السلام عليكم. عارفين دكتور مصطفى محمود الله يرحمه في اخر سنين حياته قال انا مش هقابل ربنا بشويه كلام مكتوب في الكتب، لازم اقابله بافعال. فمن هنا جت عنده فكره ان يبني المسجد والمستشفى الخيري اللي كلنا نعرفه هنا في المهندسين المعروف باسمه، اسم جمعيه مصطفى محمود ومسجد مصطفى محمود. مش بس كده، كمان ده قرر كمان ان هو يعيش هنا على سطح الجمعيه اللي بجوار المسجد. عاش كده في اوضه بسيطه جدا. تعالوا نشوف. ادي الصاله الصغيره جدا اللي كان بيقعد فيها ويقابل ضيوفه، وجوه اوضه اصغر بكتير اللي كان بقى بيقعد يتامل فيها وبيستريح فيها. تعالوا نشوفها هي كمان. اول ما بنخش في وش بقى الباب على طول، زي ما بيقولوا كده الدريسنج روم بتاعته، الاوضه اللي فيها الهدوم بتاعته. ادي صف من البدل بتاعته، يمكن البدله دي ظهر بيها كتير قوي في برامج او في صور كتير مشهوره ليه. هتلاحظوا ان البدله يعني مقاسها كبير، رغم ان دكتور مصطفى محمود الله يرحمه يعني كان رفيع جدا، بس هو كان بيحب يلبس الحاجه واسعه يعني اكتر، ما بيحبهاش تبقى ضيقه. وخلي بالكم كمان من الكرافات كمان عشان هنشوفها في الصور هي كمان. وادي ديت، دي العبايه اللي كان بيلبسها لما يروح يصلي الجمعه، وفوق الحزام بتاع الاحرام اما سافر لاداء الحج والعمره. وفي هنا بقى مناديل ليه. تعالوا نشوف بقيه الاوضه. الكرسي ده كرسي الهزاز، كان بيقعد هنا ويغمض عينه ويتامل ويتفكر. اما هنا فده سريره، وهتلاقوا عليه العود بتاعه، دكتور مصطفى محمود الله يرحمه كان بيحب يعزف على العود. وهنا هتلاقوا صوره ليه لابس فيها البدله اللي وريتها لكم في الاول خالص، جزء من الكرافات منها باين، ونضارته اللي مشهور بيها جدا، ومصحفه اللي كان بيقرا منه. اما بقى الكوميدينو اللي جنب السرير هتلاقوا عليه صوره وهو قاعد في الانتريه اللي شفناه بره في الاول. ادي التلفزيون القديم، وهنا في شهادات تقدير ليه من اماكن مختلفه. الصورة دي مميزة، دكتور مصطفى محمود الله يرحمه كان عامل مرصد يراقب منه النجوم والسماء على سطح الجمعية، واديكوا شايفين اهو المأذنة بتاعت المسجد. الله يرحمه الله يرحمه يا حسين.